السيد وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين زيارة الأربعين يترأس مؤتمرا موسعا في محافظة بابل بحضور السيد قائد القوات البرية وعددا من القادة العسكريين لمناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والإجراءات الأمنية والخدمية الخاصة بهذه الشعيرة المباركة. وفد أمني برئاسة السيد وزير الداخلية والسيد قائد القوات البرية عقد اجتماعا موسعا في مقر قيادة عمليات ديالة من أجل الاستحضارات الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين. السيد وزير الداخلية والسيد نائب قائد العمليات يزوران محافظة كربلاء المقدسة ويرافقهم السيد قائد القوات البرية، حيث تم تفقد عدد من الطرق والأماكن التي سيسلكها زوار أربعينية الإمام الحسين. وفي السياق ذاته تم عقد اجتماعا في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة وبحضور عدد من القادة والآمرين. السيد قائد القوات البرية يزور قيادة الفرقة المدرعة التاسعة، وجرى خلال الزيارة مناقشة الخطة الخاصة بتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وفي السياق ذاته أجرى سيادته جولة ميدانية إلى فوج مغاوير الفرقة. السيد نائب قائد القوات البرية يزور قيادة عمليات الجزيرة، وذلك للوقوف على جاهزية الاستعداد القتالي والإداري والفني لمقر القيادة والوحدات المرتبطة بها. السيد رئيس أركان قيادة القوات البرية يجري مقابلة الضباط المرشحين للعمل كآمري سرايا وفصائل في الكلية العسكرية، والغرض من المقابلة لبيان الأكفأ منهم من أجل رفد المؤسسات التعليمية والتدريبية بالطاقات التي تحتاجها للإشراف المباشر لقيادة طلاب الكلية العسكرية. حسب توجيه السيد قائد القوات البرية بضرورة الاهتمام بشريحة الشهداء والجرحى وعوائلهم، قامت هيئة المتابعة بإنجاز عدد من المعاملات ذوي الشهداء، وذلك لتبسيط وتذليل المعوقات التي تواجههم، وكذلك للوقوف على احتياجاتهم وتفقد أحوالهم المعيشية ومد يد العون والمساعدة لهم. قسم الإعلام والتوجيه المعنوي يلقي محاضرة بعنوان دور الإعلام في التوعية الفكرية والثقافية للمقاتلين لضباط ومراتب المقر القيادة والوحدات المرتبطة بها، وتأتي هذه المحاضرة تنمية الوعي الثقافي والفكري لدى المقاتلين. هيئة التفتيش العسكري تجري تفتيش المتابعة إلى أقسام هيئة التفتيش في عدد من القيادات العمليات والفرق، وذلك لتقييم العمل وتقويم مستوى الأداء في المؤسسة العسكرية. آمرية الهندسة العسكرية تعقد مؤتمرا مع آمري كتائب الهندسة العسكرية لقيادات الفرق، حيث تم مناقشة جاهزية الوحدات وسد النقص من الأشخاص والمعدات الهندسية. قسم الإعلام والتوجيه المعنوي يعقد مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية برئاسة مدير قسم الإعلام والتوجيه المعنوي مع مستشاري ومدراء أقسام قيادات العمليات والفرق، حيث تم التأكيد على ضرورة زيارة عوائل الشهداء والجرحى وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وتنظيم جدول للقاءات بالمقاتلين والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. آمرية التموين والنقل تعقد مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية مع مستشاري وآمري قيادات العمليات والفرق. هيئة العمليات تعقد مؤتمرا في مقر القيادة برئاسة مدير هيئة العمليات وبحضور ضابط الركن الأول لقيادات العمليات ومدراء الأركان العامة لقيادات الفرق. تم خلال المؤتمر مناقشة عدة أمور تخص العمليات. هيئة التدريب تعقد مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية مع أقسام التدريب قيادات العمليات والفرق لمناقشة الدورات والوحدات المحررة للتدريب.